نحن بحاجة إلى أكاذيب هاجاري، حقيقة ساخرة كشفها الكاتب الإسرائيلي حييم ليفنستون في مقاله بصحيفة هارتس. هذه الحقيقة هي أن المجتمع الإسرائيلي لم يعد فقط يصدق الأكاذيب التي يسوقها إليه المسؤولون، بل أضحى مدمناً إياها. فلا المسؤولون يمكنهم قول الحقيقة، ولا الإسرائيليون لديهم القدرة على تصديقها. هاجاري الذي يقصده الكاتب هو دانيال هاجاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يروج لأكاذيب الانتصار الزائفة، فيخرج ليحكي خرافات عن تدمير المقاومة واستسلامها في رعب أمام الجنود الإسرائيليين. وهنا يصف الكاتب الإسرائيلي هذه الأكاذيب قائلاً: إن إسرائيل تريد إقناع مواطنيها بأن جيشهم هائل، وأن حماس تلقت ضربة قاتلة، لأن الإسرائيليين ببساطة يحبون أن يسمعوا هذه العبارات. الأكاذيب في إسرائيل هي صناعة يقول عنها الكاتب إنها وصلت إلى حد الإدمان، وتفاقمت في ظل حكم امتد 15 عاماً لرئيس وزراء يتفنن في الكذب، في إشارة لنتنياهو طبعاً. وبسبب صناعة الكذب هذه، يرى الإسرائيليون أنفسهم عالقين في دوامة لا مخرج منها. وتقول صحيفة هارتس: إنه أينما وليت وجهك ستجد إسرائيل عالقة في حالة حرب دائمة، فرغم حربها الشرسة على قطاع غزة، إلا أنها لم ولن تحقق النصر ولن تصل أبداً إلى السلام، طالما ظلت تفتقر إلى استراتيجية لحل الصراع. فهل تظل إسرائيل عالقة في سراديب الكذب؟ أم تقول الحقيقة كلمتها الفاصلة في القريب العاجل؟